مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى لتنور رأي العام أكثر في الموضوع، في ملف اللي ألم المغاربة بشكل كبير، ملف اللي تشهر بسفاحة الفرح. مشاهدينا الكرام، عدد المعتقلين اللي في هذا الملف هم 4: الأول عبد المجيد الكتاني، ودنيا اللي هي زوجة الأخ ديالو اللي توفى، وكذلك الأم ديالها ديال دنيا، والخالة ديالها راتبة وأمينة. مشاهدينا الكرام، أصدرت محكمة استئناف بالدار البيضاء اليوم الحكم على الطرف الأول اللي هو عبد المجيد الكتاني، الحكم بالإعدام. الطرف الثاني اللي هي دنيا، كما قلت في السابق زوجة الأخ ديالو، أصدرت في حقها المحكمة 20 سنة سجن نافذة. الأخوات اللي هي الأم ديال دنيا والخالة ديالها، أصدرت في حقهم محكمة البراءة. مشاهدينا الكرام، للتذكير فقط، هذا الملف اللي كان الضحية ديالو حنان الله يوليها برحمة الله، وكذلك المحامية ديالها هي زينب خيار، لعدد كبير من المغاربة يعرفوها. اليوم هذه الأحكام اللي صدرت في حق الأطراف اللي هما معتقلين في الملف: عبد المجيد الكتاني الإعدام، دنيا 20 سنة، الأخوات اللي هما في حداتهم فيهم الأم والخالة ديال دنيا البراءة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.